أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيداء شبيلي وعلي الشقير. طبعا نحن متابعة لقضية احتراق مطعم باستا سيكريتس في منطقة بشارة الخوري، والذي راح ضحيته 9 أشخاص يوم أمس جراء تسرب للغاز داخل هذا المطعم. نحن موجودين بهيدا الأثناء لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما حصل بالأمس، وفي التفاصيل فقد كان هناك تسرب لمادة الغاز داخل المطعم ما أدى إلى انفجاره واحتراقه وسيطرة النيران. كما عم نشوف يعني هيدي فينا نقول المشهد اليوم جراء تسرب النيران إلى على الباب الرئيسي، ما شكل عائقا أمام الموظفين الذين عجزوا عن الخروج من المحل، فقضوا اختناقا في غرفة صغيرة داخل المحل لجأوا إليها للاحتماء من النيران. بدنا نشير إلى أنه بهيدا الأثناء واضح اليوم بأنه تم ختم هذا المطعم بالشمع الأحمر مثل ما عم نشوف، بناء على يعني الإشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. مثل ما عم نشوف أيضا بأنه أثار الحريق الذي اندلع لا تزال موجودة هنا، وهناك عناصر للأمن موجودين أمام هذا المحل. بالأمس كانت قد توجهت عناصر من فوج الإطفاء بيروت لإخماد هذا الحريق ونقل جميع الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، توزعوا بين أوتيل ديو والجعيتاوي والوردية والجامعة الأمريكية. اليوم كان هناك بيان لفوج الإطفاء كان قد نفى أن يكون سبب الحريق هو تلحيم مواسير الغاز، وأشار فوج الإطفاء إلى أنه عملهم يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات. بناء لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على الموقع الحريق وجمع الأدلة لتحديد سبب الحادث، وسيتم تنظيم قرار وتسليمه للمرجع وتسليمه للمرجع المختص. كما مثل ما عم نشوف أيضا بأنه خلينا هيك نجرب ناخد شوية شهود عيان بهذا الوقت من بعد ما استمعنا إلى بيان الصادر عن فوج الإطفاء. بدنا نشير أيضا إلى أنه تم القاضي زاهر حمادي كان قد أوقف صاحب المطعم ووضع حراسة على أحد العمال المصابين بعدما نقلوا إلى المستشفيات، ويقوم حمادي بالتحقيقات المطلوبة بهدف التأكد من توفر التراخيص القانونية وشروط السلامة العامة، وبيرتكز التحقيق على وجود مضخات للإطفاء وشروط السلامة ووجود مخرج طوارئ، بالإضافة إلى توفر التراخيص اللازمة للمطعم وسبب وجود 4 قواوير غاز كبيرة داخل المطعم. بدنا نشير إلى أنه يعني كل هالسيارات المعروفة اليوم بشارع الخوري، هيدا الشارع الرئيسي، كل السيارات تقريبا عم بتخفف لتشوف اليوم المأساة إذا بدنا نوصفها اللي حصلت بالأمس جراء احتراق هذا المطعم. إلى جانب بشهود عيان وحضرتك استاذ علي، يعني عم نشوف انتم جيران، اول شيء بدنا نقول لكم الحمد لله على السلامه والعوض بسلامتكم. الله يسلمك. خبرنا يعني انتم كنتوا موجودين لحظه اندلاع الحريق او لا؟ هي صارت القصه بسرعه، يعني باقل من 4-5 ثواني كان الحريق كان كتير كبير يعني، والدخنه اللي طلعت كتير كبيره. نحن سمعنا صوت صرخه قبل بثانيتين ما يطلع الانفجار، صوت صبيه عم تقول لا لا، عم نركض لبرا لحتى نشوف شو فيه، ما قدرنا نوصل، طلع الانفجار. وصلنا لقينا فيه بيك اب محمل اناني غاز كان عندهم، وشو صاير بالضبط ما بنعرف يعني، بكره بالتحقيق ببينوا، مفروض يكون عرف شيء. والشباب اللي كانوا جوا كان في يمكن تقريبا شيء 9 موظفين، هن يمكن 6 موظفين واثنين مع اللي عم بغيروا غاز، وحدا كان عمال نظافه يعني، وعلقوا جوا ما قدروا يطلعوا. أني هربوا على أوضة لأنه برا خلص صارت النيران ملتهمة يعني، تطورت وصارت ظاهرة لبرا، فما في مخرج لأنه يظهروا، لذلك نزلوا على أوضة تحت هي السفلية، هي كانت مثل كول سنتر، نزلوا عليها ما قدروا يطلعوا لأنه كان في أناني غاز كمان محطوطين على الباب، يمكن خافوا يطلعوا ما يرجع تنفجر أنينة غاز تانية، لقوا أنه يمكن بيقدروا ينزلوا يتخبوا تحت بل ما يوصل الدفاع المدني أو أنه ترجع تنطفي النار.
اللي يضلوا تحت علقه، والله يصبر أهليهم يعني. يعني للأسف مشان هيك شروط السلامة أساسية بأنه يكون في مخرج في حال اندلاع أي حريق بأي مكان أو حيلا محل. كنت لفتني عم بتقول بأنه في زباين ظهرت بسرعة، يعني كل الضحايا هن من العمال اللي كانوا بقلب المطعم، بالإضافة إلى العمال اللي كانوا مع الشاحنة اللي بتحمل قوارير للغاز. كان عم بيركبوا قوارير للغاز، يمكن كانوا عم يبدلوا أناني غاز، لأنه كانوا عندهم عادة بس يجي البيك أب تبع الغاز بيكونوا في أنيني فاضية عم بيعبوا أنيني عم بيبدلوا الأناني، يعني بأثناء صارت القصة. والله خطر ما وصل ضغط الانفجار للبيك أب المحمل غاز، لأنه كان واقف على الباب أول ما طلع لهيدا ورجع ركب أريار ورجع لورا. اليوم اكيد بحكم الجيرة بتجمعكم ربما عشرة، يعني مثل ما عرفنا وخبرتنا انه تقريبا شي 5 أشهر صار له فاتح. مزبوط 5 أشهر، اصحاب المحل كتير اوادم، الموظفين كتير اوادم، شباب عمر الوردة عم نحكي 20-21 سنة 25 سنة، في شي كان اول يوم له بهالمحل، في شي كان اخر يوم كان نازل يقبض معاشه، في حدا كانوا عم بيقولوا انه عرسه قريب. يعني بتسمعي قصصهم بتزعلي. كان في كمان شاب دق لبيه هو وتحت، نحن شفنا البي لما وصل قال لي انه هلا ابني دق لي وعبقلي بابا نحن تحت خلوا يوصلوا دغري عشان ما نختنق، ما يعني علقوا ما لحقوا هون للاسف. يعني ما بعرف شو فينا نزيد على هيدي القصه. مرحبا عم، حضرتك كمان كنت موجود؟ انا والده نفس الحديث. كنت موجود كمان وقت؟ لا ما كنت موجود، سمعت بالقصه بعد شي ساعه. يعني كنت عم اقول انه هيدا الشارع معروف بشارع الخوري، كل السيارات بتنزل من هون وصولا لوسط بيروت، عم لفتنا ولا سياره عم تقطع غير ما عم تتطلع وتقول يعني الله يرحمهم وتترحم على الاشخاص والضحايا اللي سقطوا جراء هيدا المبنى. شو بتحب تقول بهيك؟ يعني ما فينا نقول انه الله يرحمهم ويصبر اهاليهم غير هيك، ما فينا نقول شيء. القوى الامنيه موجوده هون من مساء امس؟ ايه من امبارح، من امبارح كانوا موجودين، واكيد حضر محققين صباح هذا اليوم حضرت اغلبيه الدوله كلها كانت موجوده، اخذوا الكاميرات لحتى يشوفوا شو صاير واخذوا الدي في ار واجوا، يعني كل الاجهزه الامنيه اجوا، البلديه اجوا، الدفاع المدني من وزاره الداخليه اجوا لحتى يشوفوا شو اللي صار بالضبط والمسؤوليه تقع على مين، لانه في حدا بده يتحمل مسؤوليه اللي صار. شكرا لك على هيدي المداخلة. بدنا نشير أيضا إلى أنه بحسب ما قال محافظ بيروت بأنه تفاجأ بأنه هيدا المطعم غير مرخص. هلا أكيد التحقيقات هيدي الكلام أولي، ولكن التفاصيل أكيد ببينها التحقيقات. بدنا نرجع نشير لكل اللي عم ينضموا لإلنا مباشرة على الهواء، هيدا المطعم بمنطقة بشارة الخوري تم يعني ختمه بالشمع الأحمر من بعد ما سقط ضحايا جراء أمس واحتراق هذا المطعم بالكامل، والسبب هو تسرب للغاز. طبعا التحقيقات مستمرة حتى هذه الساعة. فصل جديد من فصول الموت إذا فينا نوصفه، والسبب هو عدم الالتزام بالسلامة العامة للأسف، ونحن أكيد يعني منأسف لهذه الفاجعة الكبيرة. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيداء شبيلي وعلي شقير.